هل من مخرج من ذلك النفق المظلم؟ هل من حل؟ هل من إضاءة تضيء لي الطريق لأخرج من هذا النفق؟ نفق النظر إلى الحرام، عافانا الله وإياكم. صدقني، لا عاصم لك إلا الله، لا منجي لك إلا الله. ولن تستطيع الخروج مما أنت فيه إلا إذا توجهت إلى الله، وصدقت في إقبالك على الله، واستمريت. ليس الأمر دعاء لحظة ولا وأيام، بل حياة كاملة يدعو الإنسان ربه عز وجل بافتقار وتضرع وإنابة وتبرؤ من حوله، حول العبد وقوته، إلى حول الله وقوته. بعد ذلك بإذن الله عز وجل سيكون لك من بعد ذلك الظلام النور، وستجد العلاج لذلك الإدمان الذي أفسد عليك حياتك بالكامل. توجه إلى الله، مهما قيل لك من طرق ومن أساليب ومن، صدقني الأول والأخير أن تتوجه إلى الله عز وجل، وأن تصدق في إقبالك على الله، وأن تستمر في ذلك. ثم بعد ذلك من الأسباب المعينة المحافظة على الصلاة في وقتها، فإن الصلاة تنهى عن الفحشاء. ثم بعد ذلك الإكثار من النوافل، لأن النوافل تزيد الإيمان، والإيمان بإذن الله عز وجل يكون حصانة لك من همزات الشياطين. الأمر الرابع كثرة الصيام. والخامس، لأن الصيام كما تعلمون يسد مجاري الشيطان فينا، يحبس مجاري الشيطان فينا، وكذلك هو الذي ترك المباحات رغبة بما عند الله، فمن باب أولى سيترك المحرمات، فهو يورث التقوى كما قال: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الأمر الأخير، احرص على إشغال وقتك، وابدأ واستعن بالله، واسأل الله عز وجل التوفيق. صدقني أنت قادر أن تتجاوز ما أنت فيه، صدقني أنت قادر.